ميم الشربيني يحييكم من استاد القاهرة. هذا نوركو طبعا انتوا اللي شرفتونا، وانا سعيد جدا بوجود قناه الاهلي في شخصكم، وتمنياتي بالتوفيق لاسام. ماتش النهارده هو الماتش الاول بين الفرقتين في دور ال 32 للبطوله ال 12. والله كل ماتشات الواحد بيعتز بيها، وماتشات طبعا الكبيره اللي هي الاهلي والزمالك، وكان زمان الترسانة كمان كان فرقة جامدة، كان بالشاذلي ومصطفى رياض وكنت تسمع عنهم. فكان الماتشات دي تعتبر من الماتشات الكبيرة اللي الواحد بيحرص على انه يلعبها، لان هي طبعا مش زي دلوقتي تلفزيون وقنوات وزيطة وبتاع، لكن برضو زمان كان في قناة بتذيع وكان الناس بتتفرجوا وبيتكلموا. فلدرجة ان في مرة من المرات كنت لعب ماتش مع النادي الاهلي، ولعبت ماتش كويس كبير يعني، وبعدين راكب بقى، كان زمان ما فيش عربيات، تركب ترماي اوتوبيس بتاع، فالناس بتتكلم عن الماتش بتاع امبارح يعني، انا فبيقولوا بقى ده النادي الاهلي جاب ولد اسمه ميم الشربيني، عاوز اقول لهم انا اهو. فايام او احنا خدنا بطولات كتير يعني، النادي الاهلي انت عارف نادي بطولات، ف مفيش سنه ما يبقاش لي بطوله من بطولات يعني، سواء دوري عام، كاس مصر، بطولات افريقيا برضو كانت اياميها. ف من الحاجات اللي الواحد يتذكرها ان طبعا لما بناخد بطوله بتبقى حاجه الواحد بيعتز بيها جدا وبيبقى سعيد بيها، وبتحط في سجله وفي تاريخه. صالح الحقيقه من الشخصيات النادره يعني، اللي كانت نادره. ليه؟ انه كان في فتره اولا صريح جدا، وبعدين ذكي جدا، وبعدين نجم كبير. ف لما انا رحت النادي الاهلي هو تبناني يعني، كنت انا وطه اسماعيل، فتبناني لان انا كان وقتي بروح النادي كتير اكتر من طه، وكان دايما يقعد معايا وبتاع، فارتبط بيا او انا ارتبطت بيه يعني، ارتبطت بيه. هو دايما يعني بيعتبر النادي الاهلي بيته يعني، بيته التاني، ويهمه جدا جدا الوضوح والصراحه والاخلاص في العمل والكلام ده، لان ده نادي يعني، هو بعد النادي الاهلي ده نادي صالح سليم. والله برضو ما هو كل حاجه طبعا زي ما انت بتقول ليها بدايات، فانا كنت بشوف ماتشات وانا كنت بلعب، او كنت صغير يعني، حتى مش بلعب وانا كبير، وانا صغير لسه طالع، فنحب نقلد المعلقين ونسمعهم وكده. ارتبط لاني كان هوايتي انك تجمع المعلومات عن حتى وانا بلعب يعني، عندي ارشيفي الخاص فيه معلومات عن اللعيبه، عن الانديه، عن كذا. فبالتالي لما بطلت بقى دخلت في الكارير ده يعني، دخلت في كارير التدريب والتعليق. لما بيحددوا انا بقول لهم دايما لما تاخدوا قرار ان انا هذيع ماتش تقولوا لي قبليها على الاقل بثلاث ايام، بحيث ان انا ليا اسلوب غير باقي المعلقين، انا مش بروح على الماتش واذيع وخلاص. في ناس كده وناجحين برضو، قلت لهم انا بحب يعني اقول معلومات
عن الفرقتين وعن اللعيبه والحكام. وطبعا الحكام بحيث ان المشاهد او المستمع يطلع بحاجه. فيوم ما انا باخد الودن من العين، صعب انك تاخد الودن من العين، يعني العين هي انت شايف الصوره، لكن تلاقيه يقول له اسكت اسكت مش شايفين بيقول ايه، يبقى انا هنا بقول حاجه دسمه في بتفيد المشاهد او المستمع، وبالتالي ببقى مبسوط يعني. سيداتي انساتي سادتي، ميم الشربيني ويحييكم من استاد المحله. اخيرا بعد 11 شهر كفاح في اطول واعنف واغرب دوري عرفناه في تاريخ المسابقه من سنه 48، قطر الدوري يوصل هنا محطته الاخيره في المحله، ومعاه القافله الصفراء والقافله الحمراء. النجم الكبير اللي شعبيه، ولما يوفق بيخليك تغني كمعلق لما تكون انت عندك الملكة دي يعني، فبتظهره في احلى صورة يعني. ليه؟ هو انا مش ممسكتش رسمي في النادي الاهلي، يعني ان ميم الشربيني مسؤول في القطاع الناشئين، لكن انا حياتي النادي الاهلي يعني. انا في القاهرة يوميا في النادي الاهلي الجزيرة يوميا، فبتتابع لما بتروح مثلا اذا رحت الظهر ساعات بتحضر التدريب، طبعا بتشوف اللعيبه بتقعد معاهم بتعمل، فبتبقى مرتبط بلعيبه الجيل ده. اقول لهم زي ما انت او زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، هو في هدف، الهدف ده انه يوصل، اذا كان هو في الاشبال لسه لازم يوصل درجه اولى ولازم الناس تعرفه يعني. أنا بيفكروني مثلا بحدث ظريف، لما أنا رحت النادي الأهلي، أنا كنت في نادي اسمه مصر القاهري، نادي من الأندية المؤقتة قبل ما أروح النادي الأهلي يعني. مش رحت مش في أشبال النادي الأهلي، أنا وطه إسماعيل راكب الترماي، ما فيش بقى عربيات لسه، فلقيت ناس يعني جمهور كورة كانوا متفرجوا، فبيقول له واحد بيقول للتاني ده النادي الاهلي جاب لعيب اسمه ميم الشربيني بتاع، انا جنبيهم عاوز اقول لهم انا. جماهير النادي الاهلي يعني، النادي الاهلي جماهيره طول عمرها بتآزر النادي الاهلي سواء في السراء او في الضراء، والنادي الاهلي طول عمره كبير بتاريخه وبجماهيره، فيعني نتمنى ان هم يرتبطوا اكتر واكتر، وخصوصا في الماتشات الافريقيه. وطبعا ماتشات محلية مهمة جدا، لأن هي الأساس يعني، هي الأساس، والالتزام في الملعب، التشجيع بأسلوب حلو، ده اللي أنا أطلبه منهم. قناة الأهلي قماشة تانية يعني، حاجة تانية غير القنوات قناة الأهلي وماشة تانية، يعني أحد مقولات الكابتن ميمي الشربيني. كابتن ميمي الشربيني اسم كبير داخل النادي الأهلي وهو لاعب، وطبعا يعني اسم كبير يعني من أشهر المعلقين اللي جم في تاريخ التعليق المصري. قال رسائل مهمة للناشئين، وكمان قال رسائل مهمة للمعلقين الصاعدين اللي عايزين يبدأوا مشوارهم في التعليق. بنشكر طبعا الكابتن ميمي الشربيني على اللقاء الحصري اللي اختصنا بيه هنا في برنامج الأشبال على شاشة قناة النادي الأهلي، وربنا يا رب يديله الصحة الكابتن ميمي الشربيني.